السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات الحضور، زملائي متحدثين وضيوفنا من خارج المملكة، أرحب بكم جميعا في المؤتمر الدولي الثاني للبرمجيات مفتوحة المصدر. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من خلال مسؤوليتها عن الخطة الوطنية الاستراتيجية للعلوم والتقنية والابتكار حددت أبرز المجالات الاستراتيجية التي تسعى المملكة إلى الاستثمار فيها من خلال دعم هذه التقنيات بشكل كبير، ومن خلال حث الباحثين على الإنفاق وعلى السعي إلى التطوير في مثل هذه التقنيات. أحد هذه التقنيات التي تسعى إليها مدينة الملك عبد العزيز بالتعاون مع شركائها في المملكة العربية السعودية من الجامعات والمراكز البحثية والوزارات والجهات التنفيذية هي التقنيات المتعلقة بتقنية المعلومات وكل ما يرتبط فيها. وهذا الحقيقة يأتي بالاشتراك مع عدد كبير جدا من التقنيات الأخرى التي حددتها الخطة الوطنية الاستراتيجية للإنفاق فيها بشكل كبير وبشكل يضمن التطوير المستمر والتوطين لهذه التقنيات بشكل كامل. التقنيات في تقنيات الحاسب الآلي والتقنيات المتعلقة بالمعلومات هي تقنيات الحقيقة تنفق فيها المملكة العربية السعودية حتى تضمن التعاون والاشتراك بين هذه التقنيات وغيرها من التقنيات الاستراتيجية في المملكة. فهناك عدد كبير جدا من التقنيات الاستراتيجية بحاجة ماسة إلى أن ترتبط مع تقنية المعلومات حتى يكون هناك التطوير والتكامل المشترك بين هذه التقنيات وتقنيات المعلومات. البرمجيات مفتوحة المصدر هي إحدى المسارات ضمن تقنية المعلومات، وهذه المسار في البرمجيات مفتوحة المصدر يأتي أيضا من خلال اهتمام المملكة العربية السعودية بأمرين. الأمر الأول هو التطوير المشترك والمساهمة العالمية في تطوير برمجيات مفتوحة المصدر، والجانب الثاني لضمان سير المملكة المتوازي في حماية الحقوق الملكية الفكرية وعدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البرامج وكل ما يرتبط بهذا الموضوع. ومن هذا المنطلق تسعى مدينة الملك عبد العزيز من خلال البرنامج المتخصص في البرمجيات مفتوحة المصدر إلى التطوير الدائم والمستمر في هذا الموضوع. نحن نسعى جميعا في الخطة الوطنية الاستراتيجية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومن خلال الشركاء كذلك أن نصل بالمملكة العربية السعودية إلى أن تكون إحدى الدول التي تستثمر في عقول أبنائها وفتياتها، أن تكون المملكة العربية السعودية من الدول التي تسعى إلى الاقتصاد المعرفي القائم على الإبداع والابتكار من خلال تطوير عدد كبير جدا من التقنيات. وهذا ما بدأنا ولله الحمد نلمسه في عدد كبير جدا من التقنيات التي بدأت الآن تجني الثمار، وبدأت تأتي بعض المخرجات النهائية التي كان لها الأثر الكبير جدا الاقتصادي والمعرفي على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي والدولي. أنا أتطلع مع زملائي إلى مخرجات هذا المؤتمر وإلى أن يكون هناك العديد من الأوراق العلمية التي يكون لها الأثر الإيجابي الكبير والفعال في دعم هذه المسيرة، وإلى استشراف أبرز ما وصلت إليه التقنيات في مجال برمجيات مفتوحة المصدر. أكرر ترحيبي بكم جميعا، وأتمنى لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق، وشكر خاص جدا للزملاء المنظمين لهذا المؤتمر على ما بذلوا من جهد في الترتيب والإعداد ورعاية هذا المؤتمر، وشكرا أيضا لشركائنا الذين شاركونا في التنظيم لهذا المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.